أهلا بكم من جديد. أعلنت فصائل كردية وعربية وسريانية في منطقة الجزيرة عن تحالفها ضمن مسمى تجمع قوات سوريا الديمقراطية. يضم التشكيل عددا من الفصائل العسكرية، منها ميليشيا وحدات الحماية الكردية، تجمع بركان الفرات، ميليشيا الصناديد، جيش الثوار، وتجمع ألوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني وغيرها. نتابع. أعداء الأمس حلفاء اليوم، أو هكذا يبدون. هذا ما يمكن أن يرى في التشكيل العسكري الجديد المسمى تجمع قوات سوريا الديمقراطية، الذي يضم قوات كردية وعربية وسريانية عسكرية. لطالما تبادلت العداء في منطقة الجزيرة السورية، ويهدف التشكيل بحسب البيان إلى إنشاء سوريا ديمقراطية. التجمع المذكور يضم تحت مظلته جماعات ذات اتجاهات متباينة، منها ما يحسب على قوى المعارضة على الأقل كما توحي أسماء تلك التشكيلات، كجيش الثوار ولواء ثوار الرقة، ومنها ما هو متحالف مع النظام كميليشيا الوحدات الكردية وميليشيا الصناديد، فضلا عن تشكيلات عسكرية أخرى، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير ذلك. التحالف الجديد الكردي العربي إن صح التعبير يحظى كما يرى البعض برعاية أمريكية مباشرة، نظرا لتزامن تشكيله تقريبا مع إعلان واشنطن إنهاء برنامج تدريب المعارضة بعد الفضائح التي طالت البرنامج، والبدء باختيار قادة ثقات على الأرض وتسليحهم بشكل مباشر، ما يقود ربما للاعتقاد أن التشكيل الجديد هو أحد بدائل الإدارة الأمريكية في خطتها المعدلة، خاصة بوجود الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يحظى بثقة وثناء من الأمريكيين والروس معا. هذا التجمع تزامن تشكيله أيضا مع أنباء تتحدث عن وصول 50 طنا من الذخيرة من القيادة الأمريكية إلى القوات الكردية في منطقة الجزيرة، بالرغم من تعويل الأمريكيين على تجمع قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن مهامه ستنحصر وفق ما يقول مسؤول أمريكي في الضفة الشرقية من نهر الفرات، الأمر الذي يقلل المخاوف التركية من تمدد النفوذ الكردي شمال سوريا. من جهة أخرى، يربط البعض إنشاء التجمع الجديد بعد أسابيع من فشل خطة استخدام قوات من بشمركة دروج آفا إلى سوريا بسبب رفض رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم لتلك الخطة، ما سبق يستدعي تساؤلات عن جدوى التجمع الجديد المسمى قوات سوريا الديمقراطية. فهو تشكيل عسكري خلا بيانه من أي أهداف عسكرية، كما أن التجمع الجديد هو توحد جديد قديم مكرر. فالوحدات الكردية سبق لها أن تحالفت مع بركان الفرات في عمليات عسكرية عديدة ضد تنظيم الدولة، فماذا سيضفي التجمع المولود حديثا إذن؟ ثمة من يرى في المشاركة العربية ضمن التشكيل العسكري الجديد مجرد تمثيل رمزي للعرب دون صلاحيات ضمن إطار كردي يملك القوة والسيطرة. أناقش هذا الملف مع عبد الرحمن مطر، الكاتب والمعارض السوري، ضيفي من تورنتو. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن مطر، وأيضا الأستاذ حسين جلب، الكاتب الصحفي والمحامي الكردي من هامبورغ. أهلا بك أستاذ حسين. السؤال لك أستاذ حسين، هل لديك أي معلومات عن هذا التجمع، تجمع سوريا الديمقراطية؟ من هم؟ ماذا يمثلون؟ فكرة من؟ مساء الخير. مساء النور. هو تجمع مثلتم عبارة عن 7 فصائل، 5 منها هي تفاصيل متواجدة على المنطقة الجغرافية نفسها، 2 يعودان إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، 1 يعود فصيل سورياني، وفصيلين آخرين طبعا أحدهما ميليشيا الصناديد متحالفة مع هؤلاء، وأخيرا أو خامسا بركان الفرات. هؤلاء جميعا يعني ينتظمون ضمن أو تحت تحالف حقيقة على مسافة غير بعيدة من النظام. نعم. أجندات واضحة لهم، هم حقيقة لم يطلقوا بعضهم منذ سنين منذ إنشائه لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه النظام رغم تواجده في الميدان. ليس لهؤلاء هدف عام يعني في خدمة سوريا، هناك تقاطع وتبادل في المصالح. الولايات المتحدة الأمريكية بعد بوادر الاحتلال الروسي الأخير لسوريا، بدأ تدخلها المباشر في سوريا،
الولايات المتحدة الأمريكية يعني بدأت تبحث على عجل عن موقع قدم لها في سوريا. يعني هي ذهبت إلى الجاهزين، الناس الجاهزين، وبالمقابل حزب الاتحاد الديمقراطي والفصائل الأخرى هم يبحثون لأنفسهم عن رضا أمريكي، عن يعني اعتراف أمريكي بشكل من الأشكال. طيب إيه يعني أنت تذهب إلى أن الولايات المتحدة ربما هي من قامت بهذا التجمع لدعمها؟ نعم. طيب نعم أستاذ عمر. طيب أستاذ حسين سأقف عند هذه النقطة. ذات النهار طيب. أو مساء أنا تلقيت معلومات بأن الأسلحة أطنان من الأسلحة يعني قد سقطت عليهم أو لهم. الخطة طبعا أكيد 100% أمريكية. روسيا من جهتها تحارب الفصائل المعارضة، فصائل الجيش الحر أو من ينضوي تحت لوائها. أمريكا تريد أن تبرهن للعالم أنها هي التي تحارب داعش. القوات الكردية لها، وقوات الاتحاد الديمقراطي لها تجربة في محاربة داعش، هي الأكثر جهوزية من بين الجميع، لذلك كان وقع الاختيار عليها. نعم. طيب يعني هذا ما سأذهب به أستاذ حسين، هذا ما أذهب به إلى الأستاذ عبد الرحمن مطر. يعني لولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي هدف بيجمع هذا التجمع أستاذ عبد الرحمن، أليس كذلك؟ بلا أدنى شك ليس هناك من رابط حقيقي يجمع هذه الفصائل مع بعضها، وخاصة أن التجربة التي خاضتها هذه المجموعات ضمن ما يسمى بمجموعة بركان الفرات منذ حوالي عام تقريبا، منذ سبتمبر العام الماضي حتى اليوم، أكدت أن كما ذكرت حضرتك في التقرير أن القوة الأساسية تتمركز لدى قوات حماية الشعب، الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، وبالتالي هو يمتلك السلاح وهو يمتلك القدرة على فرض ما يريد على الأرض، وهذا ما كان واضحا في عملية في منطقة الأبيض منذ 3 أشهر حتى اليوم. لا يوجد هناك أي رابط، ولكن سعي الولايات المتحدة كما قال الضيف الكريم رزان حسين بعد عام من عمليات التحالف الدولي تبين حقيقة أنه لا توجد هناك استراتيجية واضحة محددة للأهداف والنتائج والآليات التي آلت جميعها إلى الفشل، مجرد تصورات أمريكية. نعم. لعمليات التحالف قادت إلى هذا اليوم، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ضمن الشركاء الموجودين على الأرض في سوريا هو حزب الاتحاد وقوات حماية الشعب، وبالتالي أرادت الولايات المتحدة اليوم أن تحاول سحب البساط أو تجد لها مخرجا آخر لهذا التراكم من الفشل الذي منيت به سياساته على الأرض، بأن تعيد تشكيل القوى الموجودة حتى ولو كان هناك تضاد بين هذه المجموعات. كما نعرف أن هناك إشكاليات قائمة مثلا بين الوقت بين الفصائل العربية والقوات الكردية، قوات حماية الشعب في موضوع تل أبيض، الممارسات التي قامت بها خلال الفترة الماضية لا تنم عن عقلية شراكة في مواجهة داعش، بل على العكس من ذلك تحاول اليوم القوات الكردية بعيدا عن القوات العربية الموجودة وفصائل الجيش الحر تحديدا، بعيدا عنها تحاول إقصائها في كل ما يمت لإدارة المناطق التي تمت السيطرة عليها مؤخرا، وقادت التفاوضات إلى لا شيء حتى الآن. يعني للأمانة المهنية فقط، يعني وددنا أن يكون معنا ضيف من هذا التجمع، بركان الفرات والبيضه الاتحاد الديمقراطي وثوار، يعني لم يكن هناك اي احد يعني جاهز للخروج والحديث معنا حول هذا الموضوع. على كل استاذ حسين، لكن ليست فقط الولايات المتحده من قامت بهذا التجمع، هناك ايضا رغبه روسيه تجمع حزب الاتحاد الديمقراطي، هي من تدعمه. يعني روسيا حقيقة تبحث لها عن شرعية، ما يعني تعرف هي النظام، أن النظام السوري لم تعد له تلك الشرعية، ولذلك تبحث عن أناس آخرين يكونون دعما للنظام أو يعني يحاربون ولو شكليا النظام. طبعا روسيا مستعدة كما تذكرون جميعا قبل في بدايات عملياتها العسكرية تساءلت عن مكان الجيش الحر، عن أين هو الجيش الحر. دعت أنها تريد أن تقوم بدعم الجيش الحر أو تتفاوض معه أو تحاوره. هي الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر فيما يجري خلال الأسابيع القليلة الماضية في سوريا، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسرع الخطى باتجاه
باتجاه الرقة. الواقع هو الجميع يضع الرقة نصب أعينه، لكنني هنا أحذر يعني عن يعني أنا أتساءل عن الأجندة الكردية أو عن المصلحة الكردية في الذهاب إلى مدينة الرقة، خاصة أن داعش قد انكفأت عن المناطق الكردية خلال الفترة الأخيرة الماضية، لم تشكل هذا الخطر. طب ألا تلاحظ ربما يكون هناك أجندة سياسية خاصة أستاذ حسين؟ ألا تؤيد أن تكون هناك أجندة خاصة، خصوصا أنه صالح مسلم رحب بالتدخل أو العدوان الروسي، وقال يعني كان يتمنى أن يكون هناك تعاون بين الحزب الاتحاد الديمقراطي وروسيا؟ أستاذ عامر، أنا لا هنا أبيع المواقف، وأنت تعرفني جيدا، وأقول معروف. صالح مسلم يعني هو معروف حزبه ينسق أو يتحالف مع النظام أو سميه ما شاء، يعني فور قيام النظام بقصف مناطق الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية تنطع صالح مسلم وقال بأن النظام لم يفعلها وهو بعيد عن ذلك. هو صالح مسلم يبحث له دائما في أي مكان عن كلام يبرز منه، بحيث يكون يعني يحظى بدفاع الجميع، لكن الموضوع هنا هو أكبر من إمكانيات الكرد، أكبر من هنا يقولون بأنهم مع إنشاء سوريا ديمقراطية. سوريا ديمقراطية هي كبيرة جدا جغرافيا وبشريا والفصائل المسلحة، هؤلاء لا يشكل سوى جزء ضئيل من هذه، ومساحتهم الجغرافية معروفة. أقول هنا بأن إنشاء سوريا ديمقراطية من قبل هذا الحزب، وهو يقوم في المنطقة الكردية بإقصاء شركاء الكرد، إقصاء الأحزاب الكردية السورية، بمنع الأحزاب الأخرى من ممارسة يعني حتى يعني الدراسة باللغة التي يريدون، حتى اللغة الكردية التي فرضها على الناس يقوم بدراسة لغته الحزبية وفرضها على الناس. أي ديمقراطية ستنتج عنها؟ طيب ماشي. هم قد قمعوا الأصوات الكردية، هجر الناس. نعم طيب أستاذ عبد الرحمن مطر، يعني معد البرنامج يتساءل يقول طيب إذا كان هذا التجمع عبارة عن فصائل جميعها عسكرية، سموا التجمع سوريا الديمقراطية وجميع العناصر عسكريين، معقول بيخلوا البيان من أي هدف عسكري؟ ملاحظ تماما أنه هذا توجه المجموعة إلى إنشاء هذا التكتل العسكري بغية القيام بعمليات عسكرية أو إيجاد آلية ذراع عسكرية في المنطقة. ليس الهم حاليا العمل السياسي، كما هو معروف أن حزب الاتحاد الديمقراطي كان على الدوام، هو قوة عسكرية، كان في مواجهة القوى كما تفضل الضيف، في مواجهة القوى السياسية الكردية وفي مواجهة القوى السياسية العربية، كان ظهيرا للنظام في كل المناطق التي ينسحب منها وثم يملأ الفراغ، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المناطق التي يسيطر عليها مناطق نفوذ نظام. التوجه إلى هذا التجمع العسكري اليوم للاستفادة من الحالة الدولية القائمة على إنشاء تحالفات. اليوم هناك تحالفين، تحالف تقوده الولايات المتحدة وآخر يقوده الاتحاد الروسي لمحاربة داعش، وفي الحقيقة اليوم لا أحد منهم يوجه ضربات حقيقية وفعالة ضد داعش، بما فيها اليوم قوات الحماية الشعبية وقوات البركان الكرات تقتصر اليوم على صد عمليات الهجوم الذي تقوم به داعش من حين لآخر، وكان آخرها قبل 3 أيام في منطقة الشرق راد القريبة من تل أبيض. نعم، من تورنتو عبد الرحمن مطر الكاتب العرض السياسي، شكرا لك. ومن هامبورغ حسين جلبي الكاتب الصحفي والمحامي الكردي، شكرا أيضا لك. ألقاكم.